طابت أوقاتكم. القوات الأمنية في البصرة تبدأ حملة عسكرية لضبط السلاح المنفلت بيد العشائر بعد انتهاء المهلة المحددة، ما هو رأيك؟ لطيف الغفاري يقول: وعادوا بخفي حنين، ستبقى العشائر والعصابات هي التي تتحكم بكل شيء، وما هي إلا مسألة إعلامية، وعلى اختلاف العناوين والسبب هو ضياع القانون بين الأرجل، وستتبرع كل عشيرة بعدد من البنادق ويعلن عن نجاح الحملة. محمود كامل: العشائر الآن تتكلم من موقع قوة بعدم الامتثال لحملات ضبط وحصر السلاح، لأن العشائر تعد الداعم لأغلب الأحزاب والنواب وهي إرثهم الانتخابي، فبرأيي أي محاولة لضبط السلاح هي خجولة وغير مجدية. علي محمد: الحملة العسكرية أفضل شيء تفعله القوات الأمنية في المحافظة، لأننا وللأسف في البصرة نشهد انفلات أمني واضح وغير مسبوق بسبب استهتار بعض العشائر الخارجة عن القانون. لا يخلو ليل البصرة يوميا من إطلاق نار كثيف، وكأننا في جبهة حرب بسبب المشاكل العشائرية التي أدت إلى إزعاج وتذمر المواطنين العزل في المحافظة. في تويتر: انتبه أمامك عراقي يقول: خطوة متأخرة نوعا ما، لكن شد على سواعد القوات الأمنية لتخليص البصرة الفيحاء من الاضطرابات التي يسببها بعض المنتسبين للعشائر. غسان العبودي: من أمن العقوبة أساء الأدب، طوال 14 سنة كانت تعبث بالأمن بلا رقيب، لا أعتقد بإمكان السيطرة على وضع البصرة ناهيك عن الأيادي الخفية داخلية وخارجية. الحاج أبو باقر: لو أن الحكومة صادقة في نيتها تقوم بحملة لتشغيل المعامل وتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير الخدمات الصحية وتشجيع الزراعة والصناعة، ولكن